عماد. عماد. ايه انا خايفه تدخلي؟ عماد عماد. ايه؟ مش قلت لك مش ممكن يجي هنا، تلاقيه سافر بلده. الروب بتاعه هنا، تلاقيه خرج وزمانه جاي، ولا يمكن راح العياده. انا هطلبه في التليفون. كلمه على كيفك. الواحد يلاقيش عندكم حاجه ساعه؟ نشفته ريقي. شوف عندك في التلاجه، وما تقعدش تعايرنا بجمايلك كل شويه. انا فتحت بقي ولا اتكلمت؟ عيني يا ناهد يا خراشه. ايه ناهد؟ ايه التلاجه مالها؟ فيها جم جم جم. مش قلت لكم ما كنتوش مصدقيني؟ عارف لو رجعت لها مش هتلاقيها. انا ما ارجعش، انا ايه اللي يرجعني؟ انا روحيني من هنا، اروح بقى اروح. يوه. اروح عادل قوم. انا ايه اللي جابني هنا يا ناس؟ انا ايه اللي جابني؟ قوم يا عادل. انزلي انزلي انت، انا مش قادر. حاضر. انا ايه اللي جابني هنا؟ معرفش. انا اكيد قطعت الخلق. طب يلا. قال هننوني وربوني مسيري للي يتجوزوني، مش كده يا سي سعيد؟ ادي اخره الخلفه، بعتنا علشان خاطر جوزها، ويا ريته كان جوز بحقه حقيقي. يا ستي انت تعبه نفسك ليه؟ هي حره. حره يعني ايه؟ أوه. هي هتعرف مصلحتها اكتر مني؟ طبعا، طول ما انت متدلع فيها كده ياما هتطلع فيها. اعملي معروف، خلينا اتهنى على فنجان القهوه مره واحده يا صفيه. عارفه يا نات، انا ابتديت اشك. تشك في ايه؟ في عماد. ليه بقى يا سعاد؟ بصراحه مرات عمي كان معاها حق في كل اللي قالته عليه. بقى ده كلام؟ انت مش شفت الجمجمه؟ طب مش يمكن يكون هو اللي حاططها في الثلاجه؟ تسمح تغير الموضوع ده من فضلك؟ يبقى تمام، زي ما قالت مرات عمي، اعمل لك عمل. انت هتخرف بقى؟ مره يا ست من نفسي. يظهر الخضة اثرت عليك. اسكت بقى ما تفكرنيش. عشان تبقوا تعذرونا. الله يكون في عونكم. انت سايق كده على فين؟ على بيت ماما. نروح نقعد معاها شويه. مش عايزه اروح البيت. ليه بقى؟ مش عايزه احتك بماما اكتر من كده. طب نروح فين؟ ندور على اي تليفون نسال على عماد. طول عمرك غاويه تتعبيني. وانت طول عمرك بتحب تريحني. ما هو من هبلي. والختمه الشريفه يا سعاده البيت، ما شفت حد غريب دخل الفيلا. هو انا هكدب ليه؟ اهو ده اللي انا عايز اعرفه، بتكدب ليه؟ طب والست الطاهره ما كدبت؟ وكل اللي شفته قلته بالحقيقه يا بيه. طب روح انت دلوقتي. من النهارده هنكون حاطين مراقبه مركزه على الفيلا وعلى عبد البواب. كويس يا فندم. وانت يا دكتور عماد؟ ايوه. عاوز تصرفكم انت والمدام يكون في الشقه عادي جدا. عادي يعني ايه يا فندم؟ جدا. وكون مطمئن 100%. ايوه بس حطمن ازاي بس يا فندم؟ ما تخافش، ما انا معاك. ما هو ده اللي مش مطمني يا فندم. نعم. حطمن. واستحسن ايوه ما تجيبش سيره لاي حد ان احنا حاطين مراقبه على الفيلا. ايوه بس الاستاذ سمان عندك مانع؟ مش مهم مش مهم مش مهم. تعال ورايا. الو. ايوه يا نهد انت فين؟ اوعى تفتح الثلاجه يا عماد. شفتها؟ وعادل كمان شافها وركب وساب. ايوه كنا في الشقه بندور عليك. اصلك وحشتني قوي يا عماد. هجيلك حالا يا حبيبي، بس استناني تحت في الشارع. لا اطلعي على فوق ما تخافيش. لا مش ممكن ادخل الشقه دي ابدا. انا مش فاهمه ازاي انت قاعد فيها. لا يا سيدي ولا. اوه اسمع الكلام يا نهد. يا سلام عليك يا عماد، قلت لك اعصابي مش مستحمله اكتر من كده. طيب مسافه السكه هكون عندك، وهطلع الشقه عشان خاطر. مع السلامة. احنا هنروح هناك تاني؟ معلش اصله قال لي تعالي عشان خاطر. ما تشغلش بالك وخلي قلبك زي الحديد، وانا هحاسبك عشان اروح اشوف شغلي. طب ابقى فوت عليا بعد العياده دي، متونس بيك. هحاول. باي باي. سلام. اهلا 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 بعروستي. اهلا بكل. جوزك يا ستي قلقان عليك. اقدم لك عادل ابن عمي. اهلا. ازيك؟ اهلا دكتور ابراهيم. اهلا اهلا. الله، انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ طبعا
ده احنا اصدقاء من زمان. طبعا اذنكم بقى. انت طالعه برضو؟ طبعا. امال هسيب عماد لوحده؟ برافو عليك، ده انت فدائيه. بقول ايه يا عادل، نازل بلد تحت امر؟ طب توصلني العياده عشان عربيتي عند الميكانيكي. بس كده؟ اتفضل. وبالمره اجي معاك العياده لحسن، حاسس كده اني مش قوي. اتفضل. العب. ده لعب برضو يا غسيل؟ لا بس عشان تعبان، طول النهار سايق العربيه، وانا لما اسوق العربيه ما اعرفش العب برياردو. بدل اللعب الزفت ده، اطمن على بيتك التليفون، كلمها. بتكلميها؟ لا انا مخصمه. خد كلمها انت. حاضر. ما تردش. سيكون البوليس. الو. اهلا يا عمي. لا كويسين الحمد لله. ايوه جنبي هنا، دي واحده. الو. ايوه يا بابا. ازيك انت وازاي ماما؟ حاضر يا بابا، ما تنساش تبص لي ماما. تصبح على خير. الحته كلها متلغمه مباحث، على الله بقى حد منهم يهو. انا خايفه يا عماد. ما تخافيش. حتى دلوقتي خايفه؟ ولا يهمك دلوقتي بقى، حطي في بطنك بطيخه صيف. ولا يهمك يا نهد، دلوقتي بقى الفار دخل في المصياده برجليه. امال فين البوليس؟ وطي حسك. طيب رايح فين؟ اوعى تسيبني. ما تخافيش يا نهد، اقف انت جنب الشباك وانا هنزل هول دلوقتي. لا ما تسيبنيش يا نهد. اسمعي الكلام، اقف انت جنب الشباك ولما انده عليك تصرخي. يلا بقى لحسن افلت منا المره دي كمان. كل اللي زال سليم. سامع؟ في صوت في الحمام. اه. رايح فين؟ هروح اشوف الصوت. Thank you.
ويطلع بسبيل بتعوم واحد صعب الله يخرب بيته. ليه؟ لأني بكرهك، بكرهك. تعال هنا. صدقتني بقى؟ خرها شوش. خرها. لو حد قرب مني حرم نفسي من الشباك. فهمني ايه الحكايه؟ هو اللي كان ورا كل المصايب دي. ليه كده يا عادل؟ لاني بدافع عن حياتي، عن روحي اللي خطفها مني عماد. سامحيني يا ناهي، انا بحبك، انا لازم افضل جنبك على طول، انا لازم اتجوزك يا ناهي. ايه التخريف ده؟ ده لازم مجنون. طب ابعد عن الشباك واهدى وانت هتتجوزها. انت كداب يا دكتور، انت السبب، انت اللي كنت كل يوم بتعيشني بامل جديد وانت عارف ان مفيش امل. انت اللي خدعتني. بس انا لازم اتجوز ناهي، لازم اتجوز حبيبتي. طيب يا حبيبي هتتجوزها؟ لا اكيد، واحد فينا احنا الثلاثه اتجنن. تمام. عادل مريض عاجز، مش ممكن يتجوز، وده اللي كان بيدفعه للاعمال دي عشان ينفس عن نفسه، ولما انكشف انهار واصيب بحاله هستيريه، لازم نسايره عشان نعالجه من الحاله دي. فكر كطبيب، ما تفكرش كزوج. سعيد جدا بموقفك الانساني ده. خد بالك منه يا دكتور،